ميكس يعلن سفره إلى تونس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. امبارح قام التيك توكر ميكس بفتح لايف على منصة التيك توك، وأعلن من خلال هذا اللايف هو وصديقه إن هنن مسافرين لتونس، وانتشرت عدة مقاطع على منصة التيك توك، علق عليها الجمهور إنه ميكس رايح يرجع ضحى. أترككم مع المقطع ورأيكم بخصوص هذا الخبر. عقب باكر أنا وياك نسافر، إيش رأيك؟ إيش رأيك عقب باكر أنا وياك نسافر؟ خليها من اللحم، سافر وياك بالخاص والله وعد. أنا بسافر أقول لك. وين تسافر؟ كيف هو ما تبي؟ خلاص تم، قول والله العظيم أمسك على شواربك. أقسم بالله تم، أنت قلت تم، احلف قلت تم. طيب. تم وحياة والله الأحسن من كل دنيا تم. خلاص أوكي، دام أنت حلفت تم بس خلاص، دام قلت تم خلاص أنا تم. عقب باكر طيارتنا، عقب باكر شوف عقب باكر طيارتنا أنا وياك تونس، خلاص.